واقفه. احنا بنحاول نوصل للسيد نقيب المحامين استاذ سامح عاشور. في حاجه غريبه بتحصل، نقيب المحامين، احنا بنتكلم لجنه الحريات في نقابه المحامين، لما نقول لجنه الحريات نتكلم على لجنه قويه وفاعله جدا 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 داخل مجلس نقابه المحامين في انحاء مصر كلها، الخاصه بـ 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 بشق مهم جدا. واي محامي او متعامل في الشق القضائي والقانوني يعلم، او نقابي يعلم معنى كلمه لجنه الحريات في نقابه المحامين، انه يتقدم مجموعه مفصولين من لجنه الحريات، لان هم حسب راي مقرر اللجنه، وجهه نظر ونظر اللجنه اللي فصلتهم، على علاقه بجماعه الاخوان المسلمين، يتقدموا بطلب للسيد نقيب المحاميين بمتابعه الانتخابات الرئاسيه القادمه، والسيد نقيب المحاميين يعلم ان هم توجهاتهم ويعلم علاقتهم وصلاتهم بجماعه الاخوان ويعلم تعاملاتهم في الموضوع ده، ويعلم ان هم مفصولين من لجنه الحريات، والسيد نقيب المحامين يعلم ان فكره ان دول تحديدا يتابعوا الانتخابات الرئاسيه ليها شق جانب مقلق وجانب مرفوض تماما، ومع ذلك يصدر قرار ويوقع لهم بالموافقه على ان هم يكونوا ممثلين لنقابه المحاميين في الموضوع ده. حاجه غريبه، ممثلين لنقابه المحامين في ان هم يتابعوا الانتخابات الرئاسيه، ويعلم يعني ده جزء انه يعلم توجهاتهم ويوافق ويوصلهم ان هم ياخدوا طلب موقع منه يتقدموا بيه باللجنه للهيئه العامه للانتخابات، للهيئه الوطنيه للانتخابات لمتابعه الانتخابات، ده جزء غريب جدا ويستوقفنا. الجزء الثاني ان سيادته واستاذ سامح عاشور لا يستهان به، وقام كبيره من الناحيه القانونيه، ويعلم تماما تفاصيل دقيقه جدا جدا في المواضيع القانونيه المختلفه. وكل الناس تعلم هذا الكلام على الأستاذ سامح عاشور، وليه خبرة كبيرة جدا في هذا المكان. إنه سيادته يوافق على حاجة تخالف القانون، دي حاجة غريبة برضو، توقيع سيادته على حاجة مخالفة أصلا للقانون غريبة. فإذا كان هم قصدهم إن هم يقولوا إن نقابة المحامين اترفضت ويتم افتعال أزمة أو مشكلة، دي حاجة المفروض كان ينأى بنفسه ويربأ بنفسه عنها السيد نقيب المحامين المحترم، وتربأ بنفسها عنها نقابة المحامين. طيب ده كان الموضوع، خلينا نخرج فاصل.